صباح الخير، صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير هانيين. المهم اول حاجه فقط غادي نيطوي وجهي بهذا لو جيل هذا من افون. صراحه هذا غزال البنات، الا لقيتوه غير خدوه، هو مقشر ومنظف في نفس الوقت، في واحد الحبيبات رقيقه وخفيف خفيف على البشره، وكينظف البشره مزيان مزيان. صافي، هنايا من بعد غادي نرش الماء الورد للبشره وغادي نخليه حتى ينشف على خاطر خاطره. من بعد مباشره غادي نغسل. بالنسبه لهاد معجون الاسنان فانا وليت كنستعمل حاليا هذا، صراحه زوين، يعني لاحظت واحد المهم، لاحظت بانه كيغسل الاسنان مزيان. صافي، والماء الماء 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 الدق، ما كاين لك غير شرب الماء شرب الماء شرب الماء على الصباح. لا انا تقريبا كنعمر الكاس ونعبر شحال شربت. هذا روتين يومي كنديرو، يعني من هذا ما كنتزاكلش عليه. شوفوا شنو طرا لي البنات، يلاه بغيت نطيب الفطور وهي تقول هالبوطه شحال خايب تفيقوا تلقاو البوطه على الصباح. والمشكل انا دابا ما عنديش الوقت باش نمشي نعمرها، حيت خصني نمشي للصالون، عندي واحد جوج ديال الكليانات كيتسناوني على حساب لاماش والغسانج، ما يمكنش ليا غيضيع ليا الوقت. ايوا قال لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه، يعني الا ما كانتش البوطه ما غاديش نطيبو حنا الفطور ولا شنو. المهم شنو درت انايا، خديت المهم راح حتى نمشي نعمرها وانا نتراجع. انايا خديت البنات مطيشه، خديت الخيار، خديت ليمون. صافي، وهذا هو فطوري ان شاء الله باذن الله. هذا الشيء باش غادي نفطر البنات. ايوا شنو بلا ما نطيبو حنا ضروري نشعلو البوطه باش نفطرو. غادي نفطر وغادي نكمل. المهم هنايا شوفوا، بقاو ليا المواعن من البارح، هادو البنات غسلتهم هادو، خليتهم كيتسقطروا البارح في الليل. صافي دابا غادي نمسحهم، ودوك الطبيصلات حتى هما غادي نمسحهم وغادي نردهم بلاصتهم من بعد ما غادي نفطر. وغادي نمشي مباشره للصالون وغادي نخليكم معايا وتشوفوا معايا النهار كيفاش داز. المهم هذا راه فطور نيت صحي، ومره مره راه بنادم ينوع ما يبقاش في نفس الحاجه. صافي، هنايا خديت الشريحه، خديت الزبيب، خديت شويه ديال التمر، درتهم في هاد لي بواط هادو، وغادي نديو معايا. وهنا قبل ما نخرج غادي نستعمل الواقي الشمسي، وحاليا كنستعمل هذا ديال فيشي. غادي غير نكملو لحقاش عندي ديال لاغوش بوزي هو اللي خديت، وصراحه غزال 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 هاد فيشي. حتى هو البنات زوين، حيتاش ما كيبانش كاع جدي، ماشي تانتي بعدا، انا ما كنحملش لي كرو يكون تانتي. صافي، ودرت هادوك تما وغنمشي. وها انا جيت للصالون البنات. بالنسبه الا كنتو دايرين لاماش وهبطوا لكم لي غاسين وما عرفتوش يعني شمن لا كولو غديروا ولا شي حاجه، احسن حاجه ديروها هي تخرجوا لاماش من البوني مزيان، تخرجوا يعني شارجي ولا المهم على حسب الشعر ديالكم. ومن بعد عاده باش تخدموا البلوندوغ مع لوكسيدون فوليوم 40، يعني فوليوم 40 مع لوكسيدون والغبره البيضاء من الاحسن. ولا خدمتوا بالبودره الزرقاء خدموا غير بالفوليوم 30 من الاحسن. صافي، ومن بعد عاده باش صبغوا، بغيتوا تستعملوا الغسانج ديالكم استعملوه، وبغيتوا تصبغوا الشعر ديالكم صبغوا، لكم واسع النظر. بغيتو تطبقوها على شعر مبلل طبقوها، بغيتو تطبقوها على الشعر وهو ناشف طبقوها. المهم ودائما خدموا من 7 الفوق، يعني من 7 8 9، ودائما قبل ما تختاروا اي صبغه ولا اي رقم في الصبغه اعتمدوا على ما وراء الفاصله، دوك النقط اولا عفوا دوك الارقام اللي كيكونوا وراء الفاصله، مثلا 8 نقطه 1، 7 نقطه 1، 9.23، هادوك دائما كيكونوا الالوان المصححه، هما اللي ما كيخليوش لينا هذاك الرمادي او داك عفوا داك البرتقالي او داك الاحمر النحاسي اللي ما كيكونش زوين كيبقى في الشعر. ودائما استعنوا بالسيلفر. انا هنايا غادي نخرجوا ملي هاد السيده بغات اللون الرمادي، بغات الكري في شعرها، وهنا كيف ما كتشوفوا واخا بانوا لي لاماش راه خرجوا، كنعاود البرودوي يعني كنخلطوا وكنعاود كنبقى كندوز دوك الخصلات كاملين بالبرودوي. ضروري من هاد المرحله هادي، بزاف ديال البنات مثلا اللي كيبغيو يصايبوا شعرهم في الدار كتدير مثلا البرودوي، صافي اون فوا كيبان لها اللون شد كتمشي كتغسلو. لا، خاصك تعاودي البرودوي فحال هكا، تعاودي البرودوي مزيان مزيان على الشعر عاده باش تغسليه من بعد.
ودائما دائما استعنوا بالسيلفر. انا هنا غادي نستعملها السيلفر، ولا ما كانش عندكم كيف قلت لكم اعتمدوا على الارقام اللي كتكون دائما ورا ديك النقطة، هذوك دائما كيكونوا الوان مصححة. وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نهضر لكم على الالوان المصححة اللي هي الازرق والاخضر والبنفسجي. هاد ثلاثة هادو كيتسموا الوان مصححة، والدور ديالهم كيقضيو لينا على الالوان المزعجة في الشعر، بحال مثلا البرتقالي، بحال مثلا الاصفر، داك بلون الموز اللي ما كيجيش زوين في الشعر. اعتذر، هادو كاملين كيقضيو عليهم الالوان المصححة. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نخدم لها السيلفر لمدة ديال ما بين 5 حتى 10 دقائق، وانا كنبقى كنخدم فيه بحال هكذا مزيان مزيان. من بعد عاد غادي نغسلو غير بالماء عادي. غادي نستعمل واحد البلسم دائما باش منين نبغي نخرج البوني من الشعر، يعني ما يتجبدوش ليا دوك الهامش كاملين ويبقاو حاصلين في البوني، يخرجوا عفوا من البوني بطريقة سهلة جدا جدا. والبنات اللي كيبغيو يفتحوا اللون ديال شعرهم وما كيبغيش يفتح ليهم، هنا بعدا راني درت لها الغسانج على الشعر مبلل كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للغسانج يعني اي صبغة جات في خاطركم يمكن لكم تستعملوا اي لون بغيتوا. انا هنا استعملت ليها الاشقر فاتح باش يطفي لي داك اللون، وفي نفس الوقت استعملت معاه المصحح الاخضر. ولا ما عندكمش كيف قلت لكم يمكن لكم تعتمدوا على الارقام اللي كيكونوا وراء النقطه. المهم خرج لها صراحه تلوين غزال غزال بزاف بزاف. سمحوا لي ما كنقدرش نصور لي الديتاي كاملين لانه مع الزربه ومع التصوير كيدي لي الوقت بزاف بزاف. هذا هو اللون اللي خرج لون غزال غزال، وكثر من هكا لانه كيبان صراحه زوين بلا 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 كاميرا، لانه الفلاش ديال التليفون ضارب في الشعر. هذا هو اللون اللي خرج لها البنات، وخا هي عندها دوك لي بوينت ما بغاش تقطعهم، قلت لها قطعي دوك لي بوينت راه عندك كتار وما بغاش تقطعهم. اللي كيبغيو هاد الاشقر الرمادي او هاد الكري ضروري توحدوا اللون ديال الشعر، ما يمكنش لكم البنات ضروري توحدوا اللون ديال الشعر، خرج اللون خطير بالنسبه لهم بجوجهم. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وخليكم معايا. دابا انا هنايا كملت الخدمه اللي عندي، غادي نمشي مباشره البنات عند الشلون. كيفاش جا جا خطير، غنمشي عند صاحبتي عارضه عليا الكوتي. المهم بقاو معايا، اللون خطير البنات. هنا في فيديو اخر ان شاء الله غادي نهضر لكم على هاد لاكام ديال لاكولاجين اللي رائعه جدا جدا، وإلا لقيتوها غير خدوها البنات لانها كتشد البشره وكتحميها من التجاعيد المبكره، وكذلك دوك الخطوط الرقيقه اللي كيكونوا في البشره. وملي كتلقاي مثلا شي كتلقاي شي حد هكذا صغر من لاج ديالو وفيه دوك الخطوط عفوا رقيقه في البشره، هذا ناتج على انه ما كيتدهنش الوجه بزاف، ما كنعطيوش حقه من الترطيب. مازال غنهضر لكم في فيديو اخر على هاد لاكام ان شاء الله. هنا انايا غادي نخرج كيف قلت لكم البنات، وهاد لاكام البنات ماشي ضروري تكون هادي، يعني كاينين بزاف ديال لي كام بزاف غنهضر عليهم من بعد ان شاء الله باذن الله. الناس انا ماشي غادي نهضر عليهم حيت كنبيعهم ولا غندير لهم اشهار ولا شي حاجه، انا فقط كنبغي نشارك معكم داكشي اللي استعملته ولقيت عليه يعني نتيجه مستحسنه، كنبغي نبارطاجيه معكم باش تستافدوا. لربما تكون شي وحده باغا تشريهم ومازال ما مقتنعاش ولا متردده ولا خايفه، هادشي علاش. او فيديو كي قلت لكم غنهضر عليهم، وانا هنايا جيت عند الصديقه ديالي غادي ندير مع الكوتي كيف قلت لكم، ومن بعد غادي نرجع مباشره للدار ونشوف واش غادي نكمل معكم النهار في الدار ولا غادي نحبسو هنايا، مازال ما عرف صراحه. نشوف ونفكر. المهم انا كيف قلت لكم هنايا جيت درت الكوتي معاها، جمعنا نشطنا شويه الحمد لله، بقينا كنهضروا تقسمنا الاراء الافكار بزاف ديال الحوايج. ومن هنيت بدلت الجو عندها صراحه، طلعت فيا وبقات يعني يعني اي حاجه كتقول لي شنو بغيتي شنو ما بغيتيش. صراحه واحد الصديقه اللي اكثر من رائعه، يعني واحد الصداقه اللي دامت مده طويله طويله الحمد لله، وما تبدلاتش ما تاثراتش مع يعني الصعوبات او الضغوطات ديال الحياه. راكم عارفين صعيب في هذا الوقت ان الواحد تكون عنده يعني شي صديقه ديالو، صعيب بزاف بزاف. هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه، هذا الشيء اللي ولينا حاليا كنسمعوا،
يعني الا لقيتي شي صديقه كتحترمك وكتقدرك وكت يعني كتشارك معاك الافكار بالبساطه ديالهم بالاشياء اللي زويونه، فحافظوا على هذيك الصداقه لانها ما غاديش تكرر اكيد وما غاديش تلقاو بحالها. وانا هنا رجعت للدار المهم بنات انا هنا رجعت للدار البنات. انا دابا جيت للدار، غادي اول حاجه نديرها قبل ما نمشي نوجد شي حاجه للعشاء غادي نغسل وجهي بهذا لوجيل هذا، من بعد غادي نغسل كيف العاده بهذا ماء الورد، المرحله اللي مهمه بزاف للبشره خصوصا البشره الدهنيه، استعملوا لها الماء الورد. وكيف ما كتشوفوا خليته حتى نشف، عاد استعملت الكريم ديال الليل، استعملت هذاك ديال فيشي اللي كيجي يعني مع ليكرون ديالو صافي. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز غادي نوجد شي حاجه للعشاء. انا هنا حاليا غادي ندير لا سوب اللي كنديرها بكاع الخضره اللي عندي، القرعه الخضراء عفوا القرعه الحمراء، كتجي بيها لا سوب واعره واعره بزاف البنات، حتى داك اللوين ديالها كيجي حمامر وكتجي حلوه كتجي فنه. هنا غادي ندير خيزو، غادي ندير القرعه الخضراء الحمراء، وغادي ندير ليشو، عندي حتى لي الشو، غندير كذلك الفيته غير شويه منها، غير وحده تقريبا وحده ونص لي درت لو معت درت جوج الفيتات، جوج ديال الخيزو، درت لي الشو، درت القرعه الحمراء، غادي نزيد معاهم البصله وغنزيد معاهم مطيشه وغندير كلشي كيتسلق. ولكن قبل هنايا درت لهم الخل ودرتهم في الماء وخليتهم واحد تقريبا واحد 4 دقائق 5 دقائق بحال هكذا صافي. ومن بعد غادي نديرها كتسلق. لاصوبة البنات صحيه بزاف بزاف لانها كيتسلقوا دوك الخضار في داك الماء، وهذاك الماء فاش كتطحن صحيه بزاف بزاف صافي. هنا كيف قلت لكم غادي نديرها كتسلق. لاصوب كتسلق اولا ديك الخضره عفوا كتسلق، خديت البطاطا غادي نمعكها مزيان مزيان بعد ما تسلقات لي في المليحه والماء، وغادي نصايب واحد الكرات ديال البطاطا اللي كيجيو لذاد ومقرمشين، غنديرهم اكيد مع لا شابلور. هنا درت شويه البزار، غندير شويه ديال المليحه، وغندير هاد الملح ديال البيض ديال الاصفر بيضه، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الطحين الابيض صافي. وغادي نبقى كنحرك، غادي نضيف كذلك شويه ديال الكمون، المهم بالنسبه للتوابل على حسب كل واحد شنو كيبغي. وغادي نضيف كذلك القزبر ومعدنوس واحد شويه صافي. وغادي نجمع هاد البطاطا هادي، غنجمعها مزيان وغادي نشكلها على شكل كرات. من بعد الكره اللي درت غادي نعمر في وسطها الفرماج الاحمر، ولا ما كانش عندكم فرماج احمر ممكن لكم تستعملوا غير فرماج عادي. هنا هكذا الطريقه، ونبقى كندير الفرماج الاحمر الوسط صافي، وغندوزها في بيض ديال البيض، وغادي ندوزها في لاشابلوغ نعمرها مزيان بهذيك لاشابلوغ باش ملي كتقلى كتجي مقرمشه. صافي وغادي نبقى كندير الفرماج من الوسط، وغندوزها في بيض البيض، وغادي ندير غندوزها في لاشابلوغ، وغندير الزيت حتى تسخن مزيان مزيان عاد باش غادي نقليها. كت أبيلا 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 كت أبيلا أبيلا.
خديت هذاك الورق ديال المطبخ ودرته من التحت باش هكذا ما ت... يعني تحيد ديك الزيت اللي كتكون كثيره. هنا بالنسبه لهاد لا سوب هذه انا غادي نطحنها بحال هكذا، من بعد غادي نعاود نردها كطيب فوق البوطه، غادي نضيف ليها شويه ديال البزار وغنزيد لها شويه المليحه لانني ما كثرتهاش ملي كانت الخضره كتسلق، غنزيد عليها الفرماج حمر، يمكن لكم تستغناو عليه. والحاجه اللي كتلذذ هاد الصوبه هذه البنات هي القشده الطريه، يعني غير شويه انا كنستعمل هذه وكنبقى كنحرك صافي وكنطفي على البطاطا، واحد اللذه فيها كتجي رائعه جدا. وهنا هاد البطاطا هذه شو كتجي، كيجي داك الفرماج دايب في وسطها ومقرمشه بهذيك لا شابلوغ، رافقتها مع الكيتشوب عشا خفيف ظريف. وكيف قلت لكم ما تنساوش اللي عجبكم لا فيديو ما تنساونيش باللايك، وما تنساوش بهذوك اليديات الزوينين انكم تابوناو في لاشين. بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. بسلامه.